موضوع الرأي على تعاجو خاصة المواضيع الاجتماعية، دور هذه الفتنة، الفتنة ببساطة الإنسان، أسكو احنا أول شيء احنا مسلمين مش حتى من ناحية قيم الإنسانية، من ناحية المسلمين احنا دورنا الغيبة واش من الأثر تاعها هي محرمة شرعا، النصوص هي باينة، كيف احنا مسلمين خاصة هنا في المجتمع الجزائري، السنوات الأخيرة بدات تزيد رغم وسائل التواصل الاجتماعي نورمال مع بعض نورمال تبدا تنقص، لكن وسائل السنوات الأخيرة بدات تنقص، عباك تأثيرها كبير خاصة نفسك، أول شيء الإنسان مع نفسه، أول شيء مع نفسه هو الإنسان، أول شيء الشفافية مع روحه مش صادق مع نفسه، مع أهله خاصة اللي كان اثنين مزوجين، مع الأسرة تاعها وأثرها السلبية خاصة ما بين الأفراد وما بين العائلات، شوف أثرها السلبية، أنا أول شيء من هذا المنبر على الأقل عندنا رسالة، أنا ما نقولكش أنا مش إمام مفتي نقول لك حرام مش حرام، لكن شوفها نفسك إلا تحب نفسك، ما تحبش الأسرة تاعك، ما تحبش البلد تاعك، وشوفها وحنا عندنا الدار الأخروية الجزائر الأكبر والعدالة الإلهية، انتظر مصيرك ليصنع الفتنة ما بين الأفراد وخاصة أول شيء نقول أنا شيء رسالتي يا ناس أعرف وش تخرج من لسانك لأن كلمة أحتديك يا إما للنار وإن شاء الله كلمة تاعنا اللي تخرج منها تدينا للجنة. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.